كشف موقع والله الإسرائيلي أن نحو 1,000,000 إسرائيلي قد غادروا إسرائيل خلال شهر يوليو الماضي. وفقا لبيانات مكتب الإحصاء المركزي، فقد سافر نحو 945,000 إسرائيلي إلى الخارج خلال يوليو الماضي، بينما سافر خلال شهر يوليو من العام الماضي نحو 1,200,000 إسرائيلي. توضح البيانات أنه في الفترة من يناير إلى يوليو من العام الحالي غادر نحو 3,950,000 شخص إسرائيل، مقارنة بنحو 5,750,000 في الفترة نفسها من العام الماضي. في قطاع غزة واصلت إسرائيل حملتها العسكرية في القطاع، إذ استهدفت مربعا سكنيا ومسجدا وسط مدينة دير البلح في وسط غزة بالصواريخ. لا إن شاء الله. ارجع ورا يا عم، ارجع ورا، قدمش يا عم. مكان هنا معظم الاخيام نازحين زي ما شفتوا في الاستهداف، يعني زي ما شفنا قبل شوي البيت هذا كان مضروب جزء منه، لكن الصاروخ الاخير كمل على باقي البيت والحق اضرار كبيره جدا في البيوت المحيطه المكان المستهدف. في حد فيش شهداء، لكن واضح جدا انه الهدف من الاستهداف كان اللي هو التدمير واتلاف المكان كامله والبيوت المحيطه. معي مباشره من القدس مدير مكتب الحدث في فلسطين زياد بحلبي. اهلا ومرحبا بك زياد. نعلق على اكثر من جانب، الجانب الاول كيف استقبلت إسرائيل إذن خبر اختيار السنوار رئيسا للمكتب السياسي؟ ردود الفعل الرسمية حتى هذه اللحظة؟ لا توجد ردود فعل كثيرة باستثناء بعض الردود التصعيدية مثل وزير الخارجية ووزير البلية اللذان عمليا دعيا إلى اغتيال السنوار، هذا هو رد الفعل في إسرائيل الرسمية. لم قد يكون مفاجئا للإسرائيليين أن يحدث ذلك، ولكن منذ اللحظة الأولى إسرائيل تقول إن السنوار يملك في يده زمام المبادرة والقوة في حماس، وهو صاحب القرار في المفاوضات وليس حماس الخارج، وبالتالي هذا الأمر لن يؤثر على إدارة المعركة ككل وعلى صفقة التبادل، لأن عمليا الموضوع في يده منذ البداية. أيضا تعليقا على ما جاء على لسان الإذاعة الجيش الإسرائيلي حين قالت إن المؤسسة الأمنية لا تؤيد توجيه ضربة استباقية لإيران أو حزب الله، ماذا أيضا بشأن هذه الجزئية زياد؟ أولا دعنا نذهب إلى التقديرات الأمنية الأخيرة في إسرائيل وفق الإحاطات التي كانت من الدوائر الأمنية أقله للمراسلين العسكريين في إسرائيل على شقين. الشق الأول بأن إيران عمليا تدرس ردها، قد يكون ردا حذرا وليس بالضرورة ردا واسع النطاق وغير مسبوق، لأن إيران ببساطة تريد أن تعود العجلة إلى ما قبل اغتيال هنية عمليا، أي ما يسمى بحرب الإسناد من حزب الله، بدون أن يكون هناك حرب إقليمية شاملة تكون فيها طرف مباشر فيها. بالنسبة لحزب الله التقييم هو أنه يبحث عن فرصة عملاتية
سواء ربما لتنفيذ الرد باستهداف موقع عسكري أو أمني بصواريخ دقيقة أو باغتيال شخصية عسكرية عالية المستوى أو شيء من هذا القبيل. ولهذا حال الانتظار ستتواصل فيما يتصل بالضربات الاستباقية. هذا صحيح، الجيش الإسرائيلي طرح هذا الموضوع، قال إنه يمكنه أن يسارع إلى ضربة استباقية ضد الإيرانيين وضد حزب الله عندما يكون هناك معلومات بأن الضربة وشيكة، لكن هذا رفض من جالانت ونتنياهو في الاعتبار أمران. الأمر الأول هو أن الولايات المتحدة كانت ستفهم ذلك بأنه تصعيد إسرائيلي على تصعيد بعد الاغتيالات، إسرائيل وكأنها تبادر مرة أخرى إلى التصعيد الموقف والذهاب إلى حرب شاملة. الأمر الآخر هو عدم إعطاء ذرائع بتوسيع رقعة الحرب لحرب شاملة واستهداف مواقع استراتيجية في إسرائيل بالقول إن إسرائيل اعتدت مجددا في العمق وما إلى ذلك. أيضا زياد أسأل سؤالا ذا صلة ب يعني قطاع غزة. الصحة الفلسطينية أعلنت عن الحاجة لملايين الجرعات، جرعات شلل الأطفال لأطفال غزة. كيف تبرر إسرائيل عدم إدخال هذه المساعدات الطبية؟ هي عمليا منذ بداية هذه الحرب، إسرائيل إذا كنت تذكر عمليا فصلت قطاع غزة في بدايات الحرب في الأسابيع الأولى عن الماء والكهرباء بالكامل الذي مصدره هو في الأساس من إسرائيل، وبالتالي هذا الأمر هو دائم، هي مشكلة دائمة مع الأمم المتحدة في الجدال مع إسرائيل. إسرائيل تقول إن الظروف العملية لا تتيح في بعض الأحيان إدخال أشياء إلى قطاع غزة، لكن الواضح بأن هناك كارثة كبيرة في القطاع عمليا، وهذا جزء من الملف الذي هو مطروح الآن على محكمة العدل الدولية في الاتهام بجرائم حرب وحرب إبادة لإسرائيل. هذا جزء من هذه الاتهامات التي ساقتها جنوب أفريقيا. أيضا نبقى في قطاع غزة هنا زياد، ماذا يقول المحللون العسكريون الإسرائيليون تجاه الحرب التي ما زالت مستمرة في القطاع في الوقت الذي تتحضر فيه إسرائيل وتستنفر لحرب قد تكون شاملة أو لرد قوي عنيف مرتقب من الإيرانيين؟ هو ذاك هذا ما يحدث الآن في قطاع غزة هو تقريبا خلافا لرغبة الجيش الإسرائيلي ووزير الدفاع وقادة الأجهزة الأمنية. كل من ذكرتهم عمليا كانوا يؤيدون بقوة الذهاب إلى صفقة تبادل مع حماس، وليس من باب المصادفة التسريبات بأنهم اتهموا مجتمعين نتنياهو بأنه عرقل الصفقة قصدا كي يطيل أمد الحرب في الجنوب. كانوا يفضلون إنهاء الوضع في قطاع غزة والتفرغ إلى الجبهة الشمالية، سواء إن اضطروا إلى حرب شاملة وهو ما لا تفضله إسرائيل ولا جيشها حاليا، أو سواء ستذهب الأمور إلى ترتيبات أمنية ما مع حزب الله وغيره عمليا في الجبهة الشمالية، لأن ذلك يحتاج هدوءا على جبهة قطاع غزة. هذه المعادلة كانت واضحة منذ البداية.